سلسلة حضانات نيون سانشاين وليتل رينبو، حيث البيئة الآمنة والمناهج المتطورة لرعاية وتنشئة الأطفال وصناعة المستقبل. مناخ تربوي يعتمد على المنهاج البريطاني والمونتسوري، والذي من شأنه تنمية مهارات الأطفال كإجراء التجارب والاكتشاف والابتكار تحت إشراف ورعاية مشرفات مؤهلات وذوات خبرة طويلة وكفاءة في تدريس الإتيكيت والمونتسوري. بيئة تضم فصولا بمواصفات عصرية يطبق فيها العديد من البرامج التعليمية، بجانب الاهتمام باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية، وكذلك التربية الإسلامية والرياضيات، مع وجود ساحة ألعاب كبيرة، جيم رياضي ومواصلات مؤمنة. حضانات مرخصة من وزارة التربية والتعليم تستقبل الأطفال من عمر 45 يوما إلى عمر 4 أعوام. وتقديرا لكفاءتها وعملها المتميز، حازت الحضانات على عدد من الشهادات والاعتمادات الاحترافية، منها شهادة الأيزو الزمالة الدولية من واشنطن. سلسلة حضانات نيو سانشاين وليتل رينبو، معا نسهم في بناء شخصية طفلك.